ازيكم يا جماعه، الاخبار؟ اي هاف بيبو وذ مي توداي، معايا بيبو النهارده، وهنتكلم على حاجات، كلمات في الانجلش commonly mispronounced pronounced، يعني بتتنطق نطق غلط كتير جدا في ال فانا مش عارف اعمل نص يعني. المهم بتتنطق نطق كتير جدا في ال في الانجلش، تمام؟ هنبتدي باول كلمه معانا النهارده، كلمه mountain. mountain، ولو عاوز تنطقها بسرعه ممكن تقول mountain. في ناس بتقول mountain. اغلب الكلمات في الانجلش بتبتدي ب AIN بتتقال mountain او mountain. كلمة تانية زي fountain، نافورة. طيب تاني كلمة معانا، كلمة الأسئلة في الانجلش، مفيش حاجة اسمها question ولا question. 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 تالت كلمة معانا، كلمة perfect. ما تقولش perfect. 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 الـ ER مهمة جدا يا جماعة في الانجلش. perfect. رابع كلمة معانا، ودي بتتنطق كتير غلط جدا، كلمة طريق. الطريق road. 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 تمام، بنقول road في الامريكان انجلش بالذات، ما بنقولش رود. تمام، معنى كلمة ايه كمان؟ قول لي كده الكلمات اللي انا لقطتها في الورقة. كلمة بيس. مظبوط، بيس في الانجلش. الناس بتقول بيس قاعدة، وبتقول بيزك. نو هي بيسكس بيسكس وبيس. خايف في الانجليش afraid. في ناس بتقول afraid. afraid كلمات هي كمان من اللي احنا قفشناها النهارده. صوره picture. صدق في ناس بتقولوا بيقولوا بيكتشر، اقسم بالله بيكتشر. ومحاضره مثلا يقول لك ليكتشر. I attended the lecture. انا مش عاوز اتنور ولا، بس يعني ما فيش ايه picture lecture. تمام، ايه كمان ممكن نقول؟ اي حاجه ثانيه النهارده من الكلمات؟ water. تمام، مفيش ووتر في الانجليش، الميه. يا اما تقول واتر امريكان، او يا اما تقول ووتر بريتش. مفاجاه سربرايز، مش لازم تنطق الار الاولانيه. اخر كلمه، العالم في الانجليش وورلد. وورلد. تمام، ما عندناش اي حاجه النهارده نقولها. ثانك يو اند ويش يو اول ذا بيست. دو يو وانت تو سي اني ثينج؟ سي ثانك يو. ثانك يو. سبسكرايب اند لايك. سبسكرايب اند لايك. اتس نوت يوتيوب مان، بات ثانك يو. اوكي، فيري جود.